تمرير طول امامي عند عمر مدحت، وقف على كورت، عمل حاله دوران جميله. مين يتحرك هنا؟ محمد وفيق هو اللي متحرك، ولكن عمر مدحت يلا العرضيه الاهلاويه، مين ينتظرها؟ مين يترقبها؟ الحقيقه وطلع الكره اللي فاتت من جديد. عمر مدحت النهارده بيلعب في هذا المكان منذ الدقائق الاولى، قلنا لكم ان هو بيلعب في المكان دوت. يا ولد العيب، عدى وفات، انطلق وتقدم، توغل، هيمرر ولا ايه؟ تمريره حريريه لبلال، جوال، ابدا ابدا. تماما القانون بيقول كده، بتتلعب الكره العاليه وضربه الراس. يا سلام يا سلام يا سلام، ضربه الراس، من راسك، من دماغك انت يا عمر يا مدحت، لكن هايل والله يا زنجه، متميز يا زنجه على طريقه الحراس الجيدين، على طول يطير ويشيل من لاعب محمد عبد المجيد، عملها حلو جدا. والعرضه العرضه العرضه، يعني ياه على الكره اللي فاتت، غاب عنك التوفيق، عمر مدحت حطها تمام التمام، ارتقاء ايه؟ ضربه راس ايه؟ والعرضه تصدها ايه؟ يعني العرضه النهارده مع احمد تمريره اسلام عادل بكره عرضيه اهلاويه، ممكن الثاني الثاني الثاني. الله 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 الله، روعه، جمال، متعه، هي الاروع، هي الاحلى. على طول عمر مدحت بدماغه، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ وادي المشهد الاهلاوي ورقصه اهلاويه رائعه رائعه بهدف ثاني جميل جميل على البعيد، اتحضرت وانتظرها على طول عمر مدحت، يترقبها مدحت، يقتنصها عمر مدحت، اللاعب رقم 8 لسه بنحكي عنك، غاب للاصابه فتره من الفترات، عاد باحراز الاهداف عمر مدحت على طول الى داخل الشباك، 2-0. بلال يتقدم، بلال يمرر لعمر مدحت، كاد ان هو ينفرد، ممكن يعمل، يا ولد يا لعيب، ممكن جول، ممكن جول، يلا يا بلال، بلال لوحده، ولكن تروح على طول لمصطفى. مصطفى يلعبها عند عمر مدحت. عمر مدحت ماشي لسه لوحده، عمر مدحت ويلعبها، وادي حسام فتحي، حسام.
حسام فتحي. حسام شجاعة مهما كانت يعني قيمة الشجاعة في الكرة اللي فاتت. ادي الكرة العالية، كرة عالية، تعادل التعادل التعادل. هو 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 عمر مدحت، عمر مدحت. التوفيق لا يقف الا مع المجتهد، وانت كنت من اللاعبين المجتهدين، انت لاعب مجتهد والتوفيق لا يقف الا مع المجتهد. هو عمر مدحت يعلن عن هدف التعادل. عمر مدحت يعلن عن هدف التعادل الاحمر للنادي الاهلي بعد غزل المحله. دلوقتي ادي بتتلعب الكره العاليه، يا ولد يا ولد يا ولد، رائع 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 حارس المرمى محمد مرسي. ويعني عمر مدحت كان الاروع، عمر مدحت حطها مع تغيير حركه الراس كده. تكتيكي هايل جدا، على طول تتلعب الكره. عمر مدحت وقف على كره عمر مدحت، ادي المساحه الفاضيه وادي الانفراد. مؤمن زكريا بكره عرضيه، مين يستغلها؟ الرابع سامح حسني، شوط جميل للنادي الاهلي. وادي هنا هيبقى في انفراد، ادي عمر مدحت ممكن الخامس يا مدحت، عدى ركله جزاء، ركله جزاء وهتدي ايه، اكتفى بالكارت الاصفر.